الحقيقة احنا عرضنا الحالة على الأستاذ جمال، ومشكورا هو الأستاذ استجاب جدا وقرر ان هو ياخد عم بيومي عنده في الدار، ونسمع منه. اتفضل. احنا تحت الأول تحت أمر عم بيومي، تمام إن شاء الله. في بالنسبة للخطوات اللي هيتنقل فيها، رقم واحد رعاية طبية، كل حاجة إن شاء الله. وأنا بوعد حضرتك يا دكتور عمرو، هيكون في تواصل مستمر ما بين إدارة الدار وما بين حضرتك للاطمئنان على عم بيومي. وطبعا يعني أنا أول استجابة ما جات لي، أنا تحت أمركم، ما ينفعش أصلا أتأخر عن عم بيومي أو أتأخر عن أي حالة. إن شاء الله هيتم نقله حالا لدار المصطفى لرعاية المسنين رجال بكفر الزيات، مع إن شاء الله يعني هو عم بيومي اللي انا شايفه ان هو محتاج حد يرعى ربنا فيه مش اكتر، مع السن مع الكلام ده ان شاء الله يكون افضل. اولا بشكرك على سرعه الاستجابه وعلى حضورك وعلى انكم انتوا هتخلوه عندكم في الدار، ربنا يبارك فيك. وان شاء الله كمان نبعت نطمن عليه عندكم في الدار ونصوره، وانا واثق ان حالته هتتحسن وهيعالج وهيبقى الامور عنده مختلفه ان شاء الله. وبشكرك جدا الحقيقه استاذ جمال على يعني سرعة الاستجابة، وبشكرك كجار محترم انت وكل الجيران اللي وقفوا جنب عم بيومي، وكنتوا بتعملوا نبطشيات عشان خاطر تكونوا قاعدين معاه. الحمد لله. وندعي بالهداية لبنته ان ربنا يحنن قلبها على ابوها وتروح تزوره. ابوكي راح دار المسنين، دار المصطفى للمسنين بالغربية. اذا لقيتي وقت عند حضرتك انك تزوريه انت الكسبانة، واذا ما لقيتيش فانت الخسرانة. ربنا يهديك يا بنتي، وتقدري تفهمي يعني ايه ابوكي، وتقدري تفهمي يعني ايه انك انت تبري ابوكي. بالنسبة لها ان شاء الله احنا يعني مجرد عم بيومي بيتنقل، وطبعا في خطوات الدار هتشتغل معاه زي الملف الطبي رقم واحد بالنسبة لنا، ونخلص إن شاء الله كل حاجة. وبعد كده هي إذا أرادت إن هي تطمئن عليه، إحنا اللي تحت أمرها، وحنحاول إن شاء الله إحنا إن نطمنها عليه باستمرار. إذا كانت هي عايزة تطمن عليه، لأن الحقيقة أنا كلمتها مكالمة الحقيقة أحبطتني جدا، ما شفتش يعني إنسانة بقول لها أبوكي محتاج لك وتعبان وحالته، يرسل لها وتقول لي أنا ما عنديش وقت إن أنا أزوره. شيء مؤسف الحقيقة. وشيء إحنا عندنا وقت. أنا واثق. أنا بشكرك جدا. إحنا عندنا وقت، وإحنا تحت أمر عم بيومي، وأي حاجة يا دكتور عمرو إحنا تحت أمر. كتر خيرك، وإحنا بنعتبر ده بداية التعاون بيننا. أنا البرنامج سعيد جدا أصلا، يعني حضرتك. مجرد ما الاستجابة جات لي أنا سعيد أصلا إن أنا أشكرك. شكرك يا استاذ جمال، شكرا جزيلا. احاول ان انا اساعده بقى. عم بيومي انت هتروح مع الاستاذ جمال في دار محترمه وهتقعد فيها ان شاء الله، هيرعوك ويقدموا لك كل حاجه. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. انت اللي يعني جزاه خير، وربنا يتقبل منه ويطمن عليه. اتفضل استلموا حضرتك على الهوا دلوقتي لو سمحت، وساعدوا لو سمحت ان قعدوا على الكرسي عشان يبدا ينتقل الى الدار، واحنا هنتابع في الدار وهنبعت نصور هناك بعد ما يكون انتقل ان شاء الله. ويا ريت يا جماعه نساعدهم عشان يقعدوا عم مدول. بسم الله توكلنا عليك يا رب. ممكن فك المايك، حد يخش يفك المايك على الهواء، مفيش مشكله خالص. خش فك المايك يلا عم بيومي، انا هطمن عليك وهسال عليك. وإذا كانت فاطمة وأختها ما سألوش عليك، إحنا بنسأل عليك، وأنا واثق إن كل واحد بيشوفنا في واحد من الناس النهاردة هيسأل عليك وهيطمن عليك. وبشكر جدا دار المصطفى للمسنين بالغربية على الدور الاجتماعي الرائد اللي أنتوا بتعملوه، وربنا يكرمكم إن شاء الله. وبشكر الجيران المحترمين اللي كانوا أحن عليه من بنته اللي مش فارق معاه إنها سبب. إحنا اللي اتشرفنا بيك. وأنا بقول لك أرجوكي راجعي ضميرك، صورة أبوكي قدامك اهي، شوفي أبوكي، يمكن كلمة واحدة تخليه يحن عليكي ويسامحك. وأنا بقولها بشكل عام، مش ليك بقى، ليك أنت، لكل حد. يا ويله اللي أبوه يموت وهو غضبان عليه أو أمه. صدقوني حياته بتبقى مش عايز أقول إيه، نار جهنم، ولسه بقى فوق في السماء.
فكل واحد يلحق نفسه قبل فوات الاوان. ما تخلوش الماده والحياه تاخدكم وتنسوا اللي ربوكم واللي تعبهم واللي شقيهم عشان يخليكم بني ادمين. ما تنسوش ده، ما تنسيش يا فاطمه ده.